ثم قال فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن. وهنا في قول موسى فافرق بيننا، يقول قال ربي إني لا أملك نفسي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لذلك يقول أهل العلم إنسان يحرص على الجليس الصالح ويبتعد عن الجليس السوء، لأن الجليس السوء كحامل الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، هكذا كانوا. وإذا قال موسى افرق بيننا، فالإنسان دائما يبتعد عن هؤلاء الجلساء الذين لا يجد منهم إلا السوء والأذى.